مساء الخير يا أساتذة. امبارح واحنا بنتكلم عن كتاب اللاهوت العربي والجدل الثلاثي، الجدل بمعنى الديالكتيك، يعني الحركة الفكرية بين الدين والعنف والسياسة وضبط المفردات الخاصة بوحدة البنية الرسالية في اليهودية والمسيحية والإسلام وغيرهم من الديانات. أشرت في النهاية إلى أنه بكرة اللي هو النهاردة يعني هنروح حتة تانية، وقلت أنه اللي يتوقع بقى يبقى الكتاب بتاع بكرة نديله منه نسخة موقعة. فقبل ما أعلن لكم أن النهاردة فقه الحب، بصيت في التعليقات فلقيت ثلاثة. الأستاذة اسمها انتصار الجواهري، معرفهاش شخصيا، ومحمد حسين معرفوش شخصيا برضو، ومي زكي شفتها أعرفها يعني، دول التقطوا الإشارة يعني وقالوا مدام الناحية التانية يبقى فقه الحب، وقالوا وبالتالي كل واحد منهم له نسخة موقعة من الكتاب. وهياخدها ازاي بقى؟ هقول لهم هم الثلاثة على ميعاد كده يعني ما يقولوش لحد بس عليه. ايه بقى هو الميعاد؟ انه يوم 9 في الشهر، يعني بعد حوالي اقل من اسبوعين يعني، في صندوق التنمية الثقافية تبع وزارة الثقافة عامل لي ندوة عن التصوف كتجربة جمالية، يعني تجليات التصوف في الأدب وفي الفن وفي الموسيقى وفي الحاجات دي وفي الجماليات عموما يعني. ودي هتبقى يوم 9 أبريل في مكان كده تابع لوزارة الثقافة في ظهر مسجد الحسين، جامع الحسين، اسمه بيت وسيلة. فاللي يقدر يجي يوميها اديله النسخة، واللي ما يقدرش نبقى نوصلها له بأي طريقة تانية. الموضوع العام اللي فكرت في اني القي عليه الضوء النهاردة هو الاحداث الشديدة اللي بتحصل في اسرائيل. وبعدين لقيت انه تحليل مثل هذه الامور بيثير بواطن المعتوهين، فأنا هكتفي بلفت أنظاركم إلى متابعة ما يحدث هناك لأنه خطير جدا ومهم جدا بالنسبة لنا، وهكتفي بهذا. يعني أنتوا تابعوا شوفوا اللي بيحصل وبيحصل ليه، عشان ده يهمنا جدا أكتر يعني بأكثر مما تتصوروا، وهو أهم من حاجات كتير الناس مقضية وقتها فيها الايام دي. وبدلا من هذا قلت هرد على اسئله جت امبارح وفي زحمه الكلام لم انتبه اليها. فعمر الغندقلي بيسال انه ليه انا دايما لما تيجي سيره حد يعني معين فاقول ده اتعلم كويس. هو ايه التعليم الكويس؟ حاجة بسيطة جدا يا عم، انه عارف لما بنقول فلان ده حافظ ومش فاهم، عكسها بقى هو التعليم الكويس. التعليم الكويس ان الواحد يفهم، التعليم الكويس انه ما يبقاش بيردد كلام ما موجود في المقررات الدراسية. التعليم الكويس اللي يبقى فيه المنطق بشكل يعني بيدرس المنطق بس بشكل لطيف الناس تحبه وتعرف قد ايه هو مهم. تعليم كويس يبقى متنوع، تعليم كويس ما بقاش فيه حصص دين، حصص الدين دي ضد التعليم. وانا حكيت لكم لما كنا في اولى اعدادي ولا اظن 5 ابتدائي كمان، كنت مستغرب جدا حصة الدين يقول لنا فيها الأستاذ بتاع العربي إنه الله خلق الوجود من عدم، ماشي،
وبعدين فحصت العلوم قوانين نيوتن، المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم. ايه الحيرة دي؟ يعني ما اللي يتدين يتدين في بيتهم بقى، التعليم حاجة تانية. فاللي اتعلمه يعني شوف مناهج المناهج الدراسية في أوروبا مثلا، أو في الأماكن النظيفة في أمريكا، هتعرف إيه هو التعليم الكويس. خالد سالم بيقول: لماذا لا تعيد كتابة تاريخ مصر؟ أمال أنا يا خالد سالم بعمل إيه؟ هي عزازيل دي مش إعادة كتابة لفترة منسية من تاريخ مصر؟ زمن كامل كناش عارفين عنه أي حاجة. طيب النبطي دي مش إعادة كتابة لتاريخ مصر؟ طيب الحاكم مش بعيد فيها بناء معلوماتنا عن الدولة الفاطمية والحاكم بأمر الله ووجود ابن الهيثم؟ المصريين ما كانوش عارفين ابن الهيثم العبقري، كان بيمشي في الشوارع اللي احنا بنمشي فيها دي على فكرة، الحتت اللي قدام جامع الازهر وشارع الصناديقية ده اللي جنبه والقهوة بتاعت الفيشاوش، الحتت دي نفسها كان عايش فيها ابن الهيثم وكتب فيها كتاب المناظر اللي غير تاريخ العلم. ولما اتكلم في الرواية اللي هتشوفوها يمكن معرفش امتى بقى، بس بعد اسبوعين ثلاثة يعني، الوراق ده انا بعيد فيها تماما مفهومنا عن المماليك. ده في ناس معجبة بالمماليك، يعني ناس مساكين جدا مش فاهم يعني، فاهم؟ كل دي اعادة كتابة. حتى التاريخ المعاصر ما احنا ما مش واعيين بيه. كمان في شيماء بتقول: هي ايه الانجيلية وليه بتهاجمهم الكنائس التانية؟ يعني الكنيسة الانجيلية المصرية كنيسة، يعني احنا عندنا الكنيسة الاكبر عددا اللي هي بيرأسها البابا ثوادرس، دي الارثوذكس المصريين. في بقى كنيسة تانية، كنيسة اسكندرية برضو، وموجودة في اسكندرية، دي ما راحتش القاهرة، يعني البطرخانة بتاعتها موجودة هنا وجميلة قوي وشيك جدا. دول الارثوذكس اليونانيين والاتراك وكده، واحنا بنقول عليهم الروم الارثوذكس. الكنيستين دول ارثوذكس، ارثوذكس يعني الايمان القويم، فهم قريبين شويه من بعض، بس ده ما يمنعش ان هم دبحوا بعض يعني في التاريخ القديم. والانبا بروتوريوس هنا زي ما قلت قبل كده في مره في جليم هنا قطعوه بالسواطير في الشارع المؤمنين. انما الكنيسة الانجيلية انتوا عارفين انه البروتستانت ظهروا في اوروبا، في شمال غرب اوروبا يعني، ومارتن لوثر بقى وكده، واصبح لهم كنائس منها الكنيسة الانجيلية. الكنيسة الإنجيلية نشأت في أمريكا وبعدين انتقلت لمصر من حوالي 100 أو 100 وشوية سنة، وليها أتباع لأنها متسامحة شوية وما فيهاش كهنوت وبتسمح بالطلاق وكده. عشان كده في ناس من إخواننا يعني المسيحيين الأرثوذكس بيحولوا للكنيسة الإنجيلية اسمها مسيحية وخلاص عشان يتطلقوا وكده، فبتغضب الكنيسة اللي هي بتاعت البابا توادروس. على فكرة البابا الثاني برضو اسمه توادروس بس باللفظ اليوناني، يتنطق ثيودوروس، بس ثيودوروس هو توادروس. فبيزعلوا بقى، وبقى لهم 20 سنة كده لما انتشرت الظاهرة دي. بصوا جد مملوك، كيف كان الصيام اليوم يا مولانا؟ ايه يا جاد؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ اصبر. طب والله لا اقول لك النهارده بقى، ايه يا بنتي امبارح
بعتت لي متأخر قوي شوية بامية، فانا خدته بالليل بقى، جابتهم مية ونزلت، فانا حطيتهم في التلاجة. النهاردة قاعد اشتغل وبكتب من الفجر في مشهد صعب جدا، متصل بالكنائس بالمناسبة، في الرواية عن تفجير كنيسة القديسين في اسكندرية، لان البطل كان موجود في فندق رمادة اللي هو في سيدي بشر ده، والبنت اللي بيحبها زعلته، فنزل غضبان ساعة الساعة 12 يعني بالظبط، فحضر الواقعة. فانا طبعا بستعدها بقى فانا نسيت الوقت ونسيت نفسي، وبعدين لقيت الدنيا ليلت، قلت هاكل ايه بقى، فقمت لقيت البامية دي مش ممكن جمالها، يعني سحرية، فمخلياني بقالي شوية كده ساعة ولا ساعتين في حالة سعادة كده وبهجة عجيبة. بس يا جد بقى ما تشتتناش تاني، يبقى قلنا يا شيماء انه الكنيسة الانجيلية كنيسة بروتستانتية، وتحول الناس لها لتسهيل الطلاق ادى الى موقف رافض او كراهية، يعني او بلاش كراهية بقى، يعني نزاع، وعملت بقى الكنيسة اللي هي الأرثوذكس المصريين يعني مؤتمرات كده اسمها مؤتمرات تثبيت العقيدة. حتى أنا قلت لهم أيامها، ويعني قلت لهم تعبير تثبيت العقيدة ده معناه أنها مهتزة، فيعني من الإسلام بيقول إزاي الفكر الوهابي السلفي. أنا قلت إنه من أسباب تدهورنا، ماشي صح. فبيقول لي إزاي بقى بتقول إن السلفية، بمناسبة الكلام امبارح عن محمد يسري سلامة، يعني إزاي بتقول إن السلفية لا تتعارض مع الفهم؟ أيوه يا إسلام، السلفيين مش حاجة واحدة، دول مدارس واتجاهات، وكان الحنابلة عموما بيوصفوا بالسلفيين عبر التاريخ يعني، بس هي كلمة انتشرت دلوقتي عشان بيرجعوا للسلف الصالح يعني كده. بس طب ما هو عبد القادر الجيلاني حنبلي، يعني وكتير. احنا الاشكال طبعا ممكن يبقى سلفي، ما هو المذهب الظاهري ابن حزم، ما هو الظاهرية دي بتاخد الأمور على ظاهرها، ده منهج السلف. بس ابن حزم ده هو كمان اللي كتب لنا الكتاب الجميل بتاع طوق الحمامة في الألفة والألاف وموضوع الحب، يعني الحكم على السلفي وغير السلفي بيكون بفعله مش بمعتقداته. يعني طب ما هو اليابانيين مثلا، هم مش مؤمنين بأي حاجة، هم بيجوا يعملوا مشروعات هنا وما نشوفش منهم حاجة وحشة، فهنرفضهم ليه؟ ولا المشروعات اللي فيها صينيين يعني، وهتزيد على فكرة في الفترة اللي جاية دي أتوقع، يعني مش أتوقع، ما هي باينة مع بيع الحاجات وكده، يعني إخواننا في الخليج لازم يستعملوا عمالة صينية، فالمصريين يستعدوا يعني يقروا شوية عن الصينيين عشان يعرفوا يتعاملوا معاهم في السنوات اللي جاية. بس شاهد الكلام هنا انه الفكر الوهابي السلفي اتجاه، نحن او انا يعني عن نفسي لا ادينه من حيث هو، ولا ادين ناس زي ما هو محمد يسري سلام ده كان تلميذي المباشر ومشتغل معايا، ولا الدكتور محمد
انما الناس اللي بتاخد فلوس الناس وتقول لهم تعالوا بص اصل مش عارف ايه، والواحد يتجوز اربعه السلفيين دول حاجة عجيبة، حبوا الستات جدا ويعلنوا ده. ودي من الفروق النوعية في الجماعات الدينية، بقول لك مش كلهم حاجة واحدة. يعني تلاقي مثلا الإخوان المسلمين خلقت ربنا كده يحبوا الأكل، ودايما شغلهم الغداء يوم الجمعة عند أم محمد اللي هي مرات الحاج مش عارف، الرقاق والبط يموتوا في الأكل. السلفيين بقى عندنا يموتوا في الستات، ما تفهمش ليه، وبيقولوا كده مش 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 سر، يقول لك لا سماء انا بحيي السنه. هو ما عنده شغف عالي. وبعدين بداوا يبرروه، الواد ده اللي هو راح امريكا ده وبيتصور مع هيلاري كلينتون، كان متحدث نسيت اسمه والله، كان متحدث باسم حزب النور وساب دقنه كده وبتاع مش عارف ايه او غيره، يعني يقول لك لا اصل السلفي لانه محافظ على نفسه قوي فعنده طاقه. يعني هي الطاقه دي ما بتظهرش الا في ده. بس عموما الستات حاجه حلوه برضه. وده يقودنا بقى الى هذا الكتاب من هذه الطبعه بالغلاف الحلو ده اللي مصممه احمد مراد الكاتب. اسمه مكتوب ولا ايه؟ الله، مش كاتبين ليه انه دي طبعته دار كيان. وانا عارف ان احمد مراد هو اللي صمم الاغلفة للكتب الثلاثة، فقه الحب وفقه العشق وفقه الايام، بس في الترويسة دي مش مكتوب، مفروض يبقى اسمه مكتوب هنا. انا لو منه ارفع على محمد جميل الناشر قضية، يعني احنا محضر خير عايزين نهدي النفوس. ايه بقى فقه الحب؟ احنا كنا بنتكلم امبارح عن جدل او ديالكتيك الدين والعنف والسياسة، واحنا شفنا ده عمليا بعد اندلاع ثورة يناير 2011 اللي هي لحظة مجيدة. النبي لو قالوا ايه، هي لحظة مجيدة في تاريخ مصر، بس اجهضت بسبب دوران الدولاب اللي حكيت لكم عليه امبارح ده، واللي تفاصيله بقى في اللاهوت العربي ازاي بيتم. المهم ان ايامها، وانا اشرت لده قبل كده في ندوة او في حاجة، كان في كراهية مفرطة في المجتمع المصري. يعني المسيحيين زهقوا بقى من تفجير الكنائس واحداث الكشح، واللي بيعتدي عليهم ما بيعاقبش بالقانون، وعندهم يقين بان الداخليه متواطئه مع الارهابيين، والاخوان هيموتوا ويحكموا. واقول لهم في القنوات ايامها، يعني يا جماعه انتوا مش جاهزين للحكايه دي. وقلت مره على الملأ كده في ما اعرفش كنت مع مين من المذيعين، في ايام ما كانت الناس بتشوف الحلقات، يعني التوك شو ما عندهمش شغلانه يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون. قلت للمرشد العام انه انتوا ما عندكمش فحوله كافيه لهذه العروس، واللي حلمتوا بيه في 80 سنة مش هيتعمل في 80 يوم. والسلفيين زيطين برضه في جزء منهم، لأن في زي ما قلنا الدكتور محمد إسماعيل مقدم ما كانش داخل في ولا تلمذته، ما كانش داخلين في اللعبة. إنما أنتوا عارفين بقى حسان ومسان والكلام ده
ويلا وتبرعوا ويلا على القدس وهنحارب هنحارب. فاكرين الشيخ القرضاوي الدنيا ولعة هنا وده جاي لي من قطر يعمل لي الجمعة قندهار في ميدان التحرير ونفدنا. وبعديها يطلعوا يعملوا بالعصيان كده هنقاتل هنقاتل. طلع الراجل السوداني اللذيذ ده مش معروف يعني قال لهم يا اخوان قوم تروح تقاتل انت. تقاتل مين؟ بس كان اللي يعنيني في الوقت ده حاجتين. النقصان الفادح في الوعي عند الثوار، وعشان كده قعدت اكتب لو تراجعوا المقالات بتاعت وقتها الوعي وقود الثورة. لا يوجد ثائر في المطلق. الثورة اضطرار وليس اختيار تام. ونوضح وانه مبارك حاكم دنيء الهمة لكنه ليس الشيطان، وما فيش ما يمنع انه كان عندي يعني انه نستنى الخمس شهور اللي هو بيطلبهم دول ويمشي من غير ما. فده على صعيد الوعي العام. على صعيد بقى التعامل بتاع الكراهية الفادحة دي، وانا اتعلمت من الاطباء القدماء الحكماء يعني انه الاعراض المرضيه يعني تعالج باضدادها. يعني انت لما يكون لا قدر الله يعني عندك اي سبب ذبحه مثلا فعامله سخونيه وعامله ضغط عالي وعامله مش عارف ايه، فالسخونيه دي تاخد بقى ابي مول عشان تنزل السخونيه، وبعدين الضغط العالي ده بسبب ضيق الشرايين عن حركة الدم فتاخد حاجة موسعة للشرايين. إذن الأمراض تعالج بأضدادها. فإحنا لما يبقى المجتمع فيه يعني اندياح فادح في الكراهية يبقى نتكلم عن الحب. فبدأت بأن ده دور اجتماعي يعني اني اكتب على الفيسبوك، وبعدين بقيت اعدل اللي انا بكتبه عندي على الورق يعني، وبعدين طلع الكتاب ده وطبع عدة مرات. اظن رواق طبعته واظن كانت الطبعة الاولى او رواق 18,000 نسخة يعني، وبعدين طبعته مين تاني غلافها على الكتاب، وبعدين الطبعة اللي أنا بحكي لكم منها دي اللي في أولها بشرح حاجات يا ريت ناخد بالنا منها. بصوا يا جماعة، الإنسان فيه طاقة ذهنية عقلانية منطقية بتطبق مناهج معينة في التفكير أو في البحث الاستقراء والاستنباط وبتوصل لنتائج كويس. ده الجزء العقلي. بس الإنسان مزيج من العقل وجان دارنون صح. أحمد جويلي قال لي دارنون الأستاذ حسام الجميل ده عمل منه يمكن 3 طبعات. هنا بنلاقي الإنسان في هذا التناقض الجميل ما بين العاطفة والعقل. بس احنا عشان ما حدش قال لنا وعلمنا في المدارس ومفروض الحاجات اللي زي كده يعني خلوها مقرر دراسي، يعني انا مش عايز حاجة خدوها انتوا بس فهموا العيال كتاب كلمات، كتاب اللاهوت العربي، كتاب زي ده، كتاب طه حسين مستقبل الثقافة في مصر، وعملوا حاجة كده زي المستوى الرفيع، ادوا درجة مئوية على نضفوا دماغات الناس شوية، ما نقعدش نلف وندور حوالين نفسينا، رجع سنة 6 وحط سنة 6 مش هنبعد بعيد علشان الناس بتشتكي. خلينا في الحب كعلاج للكراهية.
الحب هو في الجزء العاطفي، بس في اختلاط في أذهاننا بين الغريزة والهواية والحب. كمان في خلط بين الحب والعشق والهيام. فقعدت أوضح الكلام ده، وبعدين نشرت الكتاب. بقول في مقدمته، في الطبعة دي بالذات اللي بنتكلم منها أو اللي قدامي يعني، إنه يا جماعة لما نقول حب الأم لابنها ده مجاز، مجاز ميتافوريك مش حقيقي، لأن الأمومة دي مش حب، الأمومة غريزة يعني موجودة عند الحيوان وموجودة عند الإنسان وموجودة عند القردة العليا وموجودة يعني. يمكن كلكم شفتوا المنظر اللي حكيت لكم عليه قبل كده المؤثر جدا، الغزالة اللي بنتها الصغيرة بتعدي من مجرى مائي كده، نهر صغير كده، وبعدين جاي تمساح رايح على كلها يعني، فرحت الأم نطة ومتجهة ناحية التمساح راح واكلها هي والبنت. هو ده حب؟ دي الأمومة، دي الغريزة، الغزالة ولا نوع من الماعز الجبلي يعني، هي مش. وبرضو الأبوة، بس الفرق ان الأبوة ثقافة يعني. انت لما تنشأ في الصعيد مثلا، يبقى الأب ده مبجل كده وتعمل له ألف حساب، إنما لو نشأت في المدن بتعمل له 500 حساب بس مش ألف. ولسه شايف الحاجات اللي الناس بتبعتها كده، ممثل معرفش اسمه بيقول أنا بقول بابا مش عارف، بيناديه باسمه يعني وباسم دلع نكنيم كده. طبعا يعني لان دي الثقافة بتاعته. وحتى واجبات الاب تجاه عياله يعني، تلاقي اهل المدينة اقل التزاما. عشان كده بقول للبنات اللي لسه ما اتجوزوش، لما تقدم لك حد صعيدي وافق عليه، لانه ده حتى لو خلفت منه وانفصلته هيفضل مراعي العيال قوي. عندهم النزوع الأبوي ده قوي والالتزام. بس ده انحياز صح. شازا أيوب بتقولي الأمومة غريزة والأبوة ثقافة مكتسبة. أنا قلت ده في ظل الأفعى. إنما خلينا في موضوعنا الحب. لما نقول بحب القراية، مش معناها الحب ده، دي معناها الهواية. إنما على سبيل المجاز بنقول إن حب النبات للمية هو مش حب، هو احتياج. حب الأخ لأخوه دي أخوة، عاطفة. يبقى عندنا الغريزة وعندنا وعندنا العاطفة، وبعدين عندنا الحب. الحب له معنيين، حب إنساني وحب إلهي. والناس اللي مش واخدة بالها تستعمل تعبير العشق الإلهي. حتى دكتور عبد الرحمن بدوي، وده حاجة ضخمة جدا يعني، لما عمل كتاب عن ربعة العدوية زمان سماه ربع العدوية شهيدة العشق الإلهي. لا، العشق لفظة استعملها في السياق الإلهي ده شعراء الفرس يعني. تلاقي جلال الدين الرومي، تلاقي عبد الرحمن جامي، تلاقي سعدي الشيرازي، هم اللي ممكن يقولوا على العلاقة بين الإنسان والله مجازا برضو العشق.
انما عمر العرب ولا ربع العدوية، ما احنا ربع العدوية عارفين كلامها واشعارها، يعني احبك حبين، حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك. والدارسين بعضهم يعني قالوا لا ده ذنون المصري، ماشي، بس في الحالتين هو الحب مش العشق. وهي بقى قالت في سياقات تانية كتير ان ما احببته خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ما احببته مش عشق. ابن الفارض هو الحب فاسلم بالحشا، سقطني حمية الحب راحة مقلتي، إلى آخره. ما بيستعملوش أبدا كلمة العشق، لأن العشق حسي. وفي القرآن في استعمال للحب بمعنيين، معنى الحب الإلهي، ما قالش العشق برضه، ومعنى الحب الإنساني، وعمل إدانة شديدة الآيات القرآنية يعني الحب الإنساني. فمثلا إيه في وقعة إنه بقى سيدنا يوسف جه مصر، وإنه امرأة العزيز وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا نراها في ضلال مبين. فيبقى الحب والضلال اقترنوا، هنقولوا ايه؟ طيب ما دي اصل كانت متجوزة بقى، يبقى ما ينفعش. طيب عندنا لما راحوا بقميص يوسف فقالوا له ده مات الديب كالو، فما اقتنعش ابوه بحسب القصة القرآنية. وبعدين لما راحوا مصر بقى وهو ما شاء الله عليه يعني، فقال لهم روحوا هات ابوك وتعالوا وادوله على القميص، وادوله القميص ده. فاول ما قربوا منه، ودي من الايات، في ايات في القران بديعه التركيب كده، فقال ما لي اشم رائحه يوسف، قالوا تالله، يعني انت حكايتك بقى، تالله تذكر يوسف انك في ضلالك القديم. فبرضو اقترن بالحب هنا بالضلال. انما الآية بقى التانية اللي هي المؤمنين يا أيها من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وبعدين بيذكر أوصافهم. فيبقى الحب يا إما إنساني وده مدان، أو يعني مرتبط بالضلال بحسب النص القرآني، أو حب إلهي. فاللي موجود عند الصوفية هو الحب الإلهي، إنما اللي أنا بتكلم عنه في الكتاب ده مش الحب الصوفي، الحب الإنساني اللي هو فيه مسحة صوفية إنما هو اللي بيخلي الإنسان يعني إنسان. وبفسر، عملت يعني مداخل كده صغيرة مختصرة بفرق فيها بين الحب والعشق والهيام في المفتتح، وبعدين بعمل إيضاح فيه إفصاح عن المعاني دي، وبعدين إفصاح تاني إنه الإنسان يعني دائرة الوجود الإنساني فيها مناطق معتمة عميقة معتمة. الحب بقى بينور الحتت دي ويخلي المشاعر الأرقى تظهر. خلينا نفر كده نشوف مع بعض في 5 دقايق بعض النصوص، أو أول نص هتلاقوه في الكتاب، لا حب إلا بشاهد الاشتياق. يعني إيه؟ يعني تيجي تقول لي إيه؟ أنا أصلا بحبها، أو هي تقول يعني أنا بحبه بس أوكي سيبه دلوقتي،
لا ما فيش سيبه دلوقتي، يعني ما فيش اشتياق يبقى ما فيش حب. واحنا شفنا في المقدمة في التصوف لما الراجل بيقول في باب المحبة: الصبر عنك فمذموم عواقبه، والصبر في سائر الأشياء محمود. أنا مش عارف دي قريتها لكم منها ولا لا، بس هي موجودة فيه يعني. ولو فرينا كده، منكروا الحب، الناس اللي بتقول لك يا عم حب ايه، ولازم يزعل. فبنقول منكروا الحب يزعقون لانهم محرومون، والمحظوظون به ممسوسون يتهامسون. يعني الواحد او الواحده يعني وفي حاله الحب تلاقي ايه، كأنه متخدر كده، لأنه ممتلئ ممسوس بعاطفة. التاني بقى ده يعني ما ساندي قجة، أنا أعرف قجة واحد في حلب وما عندوش ساندي. أنت مين يا ساندي؟ الدكتور برأيك هل الحب ومع الولاد وتعلقهم، استنوا بعد هنخلص الكلام بعد 5 دقايق وبعدين نقعد شوية نتكلم. نلاقي مثلا حد بيسأل هل الحب دين في حد ذاته؟ فأجبته: هو يعلو فوق المعتقدات. ليه؟ مش احنا بنلاقي واحد او واحدة مسيحي بيحب واحد أو واحدة بوذية أو مسلمة، يبقى هو أعلى من الديانات يعني، وأكثر سماوية، لأنه بيروح لحتة. الحب طرفة عين، أوعى تفتكر إن الحب بيتعمل، لا، اللي بيتعمل ده التعود، الاحتياج، الطمأنينة، ودي كلها حاجات جميلة، بس مش الحب. الحب طلقة. ربنا يحفظنا بقى أو ما يحفظناش، يعني مش مهم. الحب جموح لا يعرف التوازن ولا الاتزان ولا الموازنات ولا الموزون من الحسابات ولا أي معنى مشتق من جذر وزنة. أول ما نقول وزن واعمل توازن وخليك متوازي، يبقى مش بتحب. هنا أنت بتظبط بقى، مثلا اتجوزتها وبتظبط الإطار العائلي الاجتماعي، هو طبعا فيها أو هي طبعا فيه، فبيحتال. أول ما نوزن وندقق وكده، يبقى لا، ده مش حب، ده حاجات تانية بقى، بيزنس، مصالح، أي حاجة تانية. وفي الكتاب: إذا لم تجد ذاتك منعكسة على مرآة المحبوب فهو ليس المحبوب. أصل الفكرة إيه؟ أنت أو أنت تحبي حد، فبتشوفي نفسك معاه أجمل، وتزعلوا مع بعض، بيبقى الواحد عايز يموت نفسه، يتخنق يعني، وبعدين يرضى عنه أو يتراضيع مع بعض يعني، فيشوف حتى هي تشوف نفسها بقت أجمل، لأنه المحبوب هو المرآة اللي بتنعكس علينا عليها صورتنا. فإذا ما حصلش ده، يبقى هو مش المحبوب، هو حاجة تانية. وبعدين في حته كده قريبه بقى من وحده الوجود، بس حقيقيه: للمحب عينان لا تريان القبح في المحبوب. يعني دلوقتي احنا بيجي حد من صحابنا يحب واحده، ابني دي تعبانه خالص، او واحدة تحب واحد فصاحبتها،
ايه الواد اللي مش هتسمعه؟ فصاحبتها يقولوا لها ده مناخيره كبيرة قوي، مش هيهمها يعني ايه كده، الواد ده رفيع قوي او تخين قوي او قصير قوي او طويل قوي، لا لا. هي حيثما او هو يعني احب فهو مش شايف قبح. للمحب عينان لا تريان القبح في المحبوب، ثم لا تريان قبحا في اي موجود. شوفوا كده، لو كنتوا ساكنين في مدن او في ارياف حتى، شوفوا اتنين مخطوبين كده او اتنين بيحبوا بعض وبياكلوا ذرة على قصر النيل ولا قاعدين هنا على البحر كده، دول رايقين جدا وايه، وينظروا للوجود بتسامح كده، ويبقى مثلا في كومبريسور شغال بوم 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 بيهز الارض. اوكي، يبقى انا مثلا لو قاعد اكتب هتجنن بقى، بيعملوا شغل مثلا في الشارع، اطلع بص من البلكونه بوم 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 بوم، ودول قاعدين ولا هم هنا، لان هو مش شايف، هو مش حاسس بالازعاج. يبقى للمحب عينان لا تريان القبح في المحبوب، ثم لا تريان قبحا في اي موجود، ثم لا تريان في الكون قبحا، فما ثم الا جمال يحوطه جمال. ده وحدة الوجود. الحب أرجوحة القلوب البريئة، يعني زي ما قال محمود درويش كده، يا حب أنت حظ المساكين، الناس اللي ما عندهمش حاجة تانية عندهم الحب عزاء. في ايه تاني كفاية كده؟ نختم بدي. الكراهية هي الطريق الأسهل لأصحاب النفوس السقيمة، لأن الحب يحتاج نفوسا عظيمة. يا جماعة، الغل والكراهية والعنف ده سهل، لأن احنا بنسيب نفسنا مع المنطقة المعتمة اللي في النفس دي، إنما الحب بقى لا، الحب عايز طاقة، عايز مجهود، وعايز وعي، وعايز رقة، وعايز لطف، وعايز حاجات كتير قوي. بس كده، فاحنا دلوقتي اهو خلصنا الكلام، وممكن نقعد 5 دقايق كده او حاجة نشوف بقى. محسن اهو بيقول على ليلى بجانبي كل شيء إذا حضر، قيس يعني. ورأفت حسني بيقول قلبت علينا المواجع يا دكتور. والله يا رأفت حسني، قالوا يا بخت من بكاني ولا ضحك الناس عليا، حكمة الشعبية. وجدي إيه؟ جندولة جنديولة، متى يكون الحب دارا يا مولانا؟ أنت وحظك بقى يعني، انت ممكن. مي زكي، دي الفائزه اهي. استني، لو الانسان شايف العيوب. لا، راح السؤال، معلش، اصل البتاع بيفر بسرعه فما بلحقش. هل من شروطه الاستمراريه دي شيماء؟ لا يا شيماء، مش من شروطه. لا حب بشرط شيء، والله ممكن يقعد يوم، ممكن يقعد طول العمر، ممكن يقعد سنة. أصل ده إيقاع سحري، هو مش معادلة إحنا بنعملها. خدي بالك، في فرق بين التعامل الكويس مع الزوجة مثلا، التعامل النبيل مع المحبوبة حتى لو كانت من نصيب حد تاني، ده حاجة، والحب حاجة تانية. ما المقصود من القول ما الحب إلا الحبيب الأولي؟ ده نزار.
دي كلمة والله يعني هو راجل محترم وكل حاجة، بس كلمة حد عبيط يعني. ليه؟ هو بيقول لا بلاش كلمة عبيط دي، احذفوها من المضبطة، انه مش عبيط يعني، بس ما جانب الصواب. هو بيقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. ده كلام أهبل. ثاني احذفه دي كمان من المضبطة، ده كلام مش دقيق، لأنه أنا دلوقتي الآن بحب سين دي، فتكات ولا ساندي ولا باندي ولا أنا في حال الحب ده لا أذكر أبدا حسنية ولا ريهام ولا في الحب ما فيش أولي وآخري، هو في محبوب. إنما هو اللي بيقول ده مش نزار، يعني إيه ده مش نزار؟ أنا قلت الاسم تاني يعني ماشي. أحمد جويلي، هل الحب دائما يكون من الأعلى إلى الأدنى؟ لا لا، ده حالة. استنى الأسئلة بتجري يا جماعة، مش لاحق أشوفها. ما راح. نبقى نرد عليه. عبد الرحمن معتوق، هل ممكن يكون في خطتك رواية عن شبه الجزيرة العربية وفترة ما يسمى الجاهلية نقدر نفهمها أكتر؟ طب ما هو عبد الرحمن ما هي النبطي في العالم ده يعني. أرجو مهدي، أرجو أن أحصل على رواياتك موقعة. حاضر يا مهدي، في أي ندوة أو حاجة. أبو تمام بتاع حروب مش بتاع، لا لا يا وجدي خلاص، أبو تمام يعني إحنا نسامحه، ما شاعر كبير أصله. إزاي يستمر بعد الزواج؟ يا مروة يحيى، الحب فلاشة كده، ممكن تستمر وممكن ما تستمرش. الجواز ده حاجة تانية، ده نظام اجتماعي وأسرة وعيال ومصاريف ومصروف البيت يعني، وتنظيم اجتماعي وماما وبابا وكده، فده حاجة وده حاجة تانية. فاتن من شو ده؟ من شعر أبو تمام. أيوة فاتن، من عارف، عشان كده قلت احذفه من المضبطة. بيت الشعر هذا ليس للشعر نزار أبا. لا يا فادية، ده نزار ده واحد كان بعت سؤال. تعريفك للحب يوحب أنه تعايش ومن وضع بائس لا خيار آخر فيه للمحب. آه طبعا المحب ما عندوش خيار، مش بإيده. ابن عربي قال كده، المحب ما هو بحكمه فهو تحت حكم سلطان عشقه. الحب لازم يخطفك. أميرة حبشي، يا سلام عليك يا أميرة. طبعا لم يتغزل أحد بزوجته إلا فيما نظر. ليه يا محمد هنا؟ ليه؟ لا فيه. هل الحب يحصل بين جسدين أو روحين؟ لا يعني، ما هو الإنسان الاثنين. هل تعتبر الحب حقيقة أم وهم؟ لا يا ياسر، ده 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 تخيير، ده اللي بيسموه في المنطق قياس الإحراج. أنت في حالة فعلية بتكون سعيد لما تشوف المحبوب، وبتكون تعيس لما بتبعد عنه. فأنت بقى متوهم يعني. طب ما أنت متوهم إن الترابيزة اللي قدامك دي ساكنة، ما ده وهم. بص لها بميكروسكوب الكتروني هتلاقي حركه محمد بيقول هل هناك حب لاسباب؟ لا، اي حب لسبب ما يبقاش حب، يبقى حاجه تانية. انا قلت اول حاجه لا حب بشرط شيء. رسول، ما معنى الحب لدى الشيخ الاكبر؟ والله شوف الكتاب بتاعه، هو شرح، هو حب بنت اسمها النظام بنت رستم الكيلاني، وقال فيها أشعار، فالناس انتقدته، فراح عامل كتاب اسمه ذخائر الأعلاق.
شرح فيه أشعاره دي اللي كان جمعها تحت في ديوان يعني بعنوان ترجمان الأشواق، وهيقول لك إيه هو الحب بالتفصيل لأن الوقت دلوقتي مش هيكفي. على أليكس، رأي حضرتك في مصطفى محمود وبرنامج العلم والإيمان، وإزاي حضرتك كنت بتحبه وبتروح له مع إن حضرتك ضد فكرته. لأ أنا مش ضد فكرته، أنا في نقاط التقاء كانت بيني وبينه اللي هي المنطقة الصوفية، وحكيت لكم إن أنا كنت بسيبه وبعدين أروح لحسن حنفي اللي فيه التقاء بيني وبينه في منطقة الفلسفة أو الفكر. وده مستغرب إزاي أنا بقعد مع ده والتاني مستغرب إن أنا بقعد مع الأولاني. لأ ما إحنا لازم يا علاء أليكس نشوف نقاط الالتقاء اللي بيننا وبين الناس، الناس مش نسخ من بعض. تامر عاطف، هل الحب والعقلانية وجهان لعملة واحدة؟ لا، هما جانبان في الإنسان. يلا بقى ناخد آخر سؤال. مي زكي، لا ده سؤال، هل الحب هبة إلهية من الله؟ والله هو بيحصل، أنت بقى تقول هبة من السماء، بركان من الأرض، ريح عاصفة عصفت بقلبك، أنت بقى. ممكن نشوف منى، ممكن نشوف من حضرتك ورشة لتعليم الكتابة الإبداعية قريبا. ما أظنش يا منى يعني، مش بس أنا اللي بيسألني على حاجة بقول له طول الوقت بكلمكم، ولا من غير ورش ولا تدفعوا حاجة ولا يعني، بطبق هنا الآية الإنجيلية، مجانا أخذتم ومجانا أعطوا. ليزا بتقول بعيط، بتعيطي ليه يا ليزا؟ أحمد علاء، أنا خايف من الحب بعد الكلام ده. لا ما تخافش يا أحمد، الحب هو الحياة، ما تموتش قبل ما تموت. طيب سارة قاسم، حلقة متفردة، شكرا يا سارة وشكرا ليكم، ونلتقي بقى بكرة. مش عارف مع كتاب ايه والله، بس هنشوف كده الصبح نشوف حاجة تكون مناسبة وأقول لكم عليها الظهر كده. يلا مع السلامة.